واحنا موجودين معاكم في محافظه كفر الشيخ، لفت انتباهي ان الفلاح هنا عنده عزيمه وعنده اصرار برغم الظروف الصعبه اللي محيطه بيه ان هو يشتغل وان هو ينتج. مفيش حاجه اسمها مستحيل. أبشكرك على المجهود اللي انتم بتقوموا بيه. الله يبارك فيك مهندس. اسمي السيد سلام بلطيم، ماشي من قريه الشعبيه. انا طبعا عندها نسبه الملوحه دايما عاليه هنا في الميه، ماشي. فمش مهندس محمد السعيد شد انتباهنا بالجهاز دلتا ووتر، ماشي. ما جبناه الارض هنا، شال عندنا الملوحه كتيره في الميه، بالنسبه للميه عندنا نسبه عاليه في الملوحه، ماشي. فقلنا نستخدم طرد الملوحه كتير، ماشي، للميه. فطبعا ما جبنا الجهاز بامر الله طرد الملوحه. انت كنت الاول بتستخدم كيماويات طرد للملوحه؟ جيركن. بجيب النتيجه معاك نسبه بسيطه، بس جيركن عامل 400 جنيه غالي، يعني جيركن 5 لتر عامل 400 جنيه 300 جنيه غالي. طبعا بالنسبه للجهاز بيوفر كام دي كلاته، ما يبقاش فيه تكاليف ثانيه. بالنسبه للجهاز فبامر الله جهاز طرد الملوحه خلاص، دي وفر انا كتير في بالنسبه للطرد الملوحه. الملوحه نسبتها كانت قد ايه عندكم؟ ممكن تلاقي نسبه الملوحه عندنا 5000 جزء في المليون. ياه. والله 5000 جزء في المليون. فبالنسبه للجهاز ده وفره خالص، وعدلها يعني بقى كويس ان شاء الله. هو مظاهر تعديلها كانت ايه؟ يعني دلوقتي الارض شكلها ايه؟ ودلوقتي المحصول نقدر نقيمه ازاي؟ انا كان نسبه عندي المحصول بيجيب بقدر 50% النص، يعني دلوقتي يعتبر جاب 80% 85% في المحصول عالي كمان. انا كنت زارع بطيخ وخيار وكنوز، كان نسبتها اعلى من نسبه 85% بالنسبه لي يعني. بأمر الله كانت نسبة 85%. حضرتك كنت صورت معايا في نسبة الخيار والأناناس والبطيخ، وشفت نسبة عالية جدا ما شفتش قبل كده بالنسبة للجهاز. الطماطم أخبارها إيه؟ والطماطم بأمر الله حلو برضه، طرد ملوحة زرع الصيفية ديت فملوحة عالية، بتم ملوحة. فبالنسبة للجهاز بتشيل الملوحة خالص من الأرضية، مفيش فيه ملوحة خالص. بالنسبة للجهاز اللي حضرتك شايف دلوقتي ورانا الزيت اهوت، مفيش فيه طبعا ملوحة خالص بالنسبة للجهاز الدلتا ووتر ده. نوفر كتير بالنسبه للملوحه طرد الملوحه. لما احنا نيجي نقيم تجربه زي كده، صعب قوي ان الفلاح على فكره يغير النمط بتاعه، يعني انت بتزرق بالطرق العاديه يجي تشوف تجربه جديده ويقول لك ده في جهاز هيخلصك من المشكله دي وسيبك من الكيماويات اللي انت بتضيفها، عشان تقتنع صعب قوي. هو وافر طبعا، وفر النظام اللي بحط مثلا 10 كيلو كيماوي، بالنسبه للجهاز تحط 5 بس و4 بس، بيوفر تسميدات معاك. لو تحط مثلا 20000 كيماويات اسمده، تحط ب 5000 بس اسمنا للزيارة. عامل فرق معاك؟ عامل فرق كتير بالنسبه للاسمنه. بعد ما جربت بقى مقتنع بيه، تقدر تقول ايه للمزارعين؟ تقول لهم يعني تجربه اي واحد مزارع عاوز يزرع طماطم بطيخ خيار كانتلوب حتى الجوافه يجرب الجهاز التوتر ده، وموجود عندنا في الشعبيه اهوت مش بعيد، اللي عاوز يشوف يشوف عندنا مركز بلطيم كذا واحد زرعوا بيه وزرع بسم الله ما شاء الله. يعني انت بتدعو الناس ان هي تيجي تشوف النتيجه على ارض الواقع، على ارض الواقع. مش تيجي تشوف جهاز، لا تعال شوف الزرع عليه على الارض، ارض الواقع. شوف زرع ارض الواقع، موجود ارض الواقع، الاجهزه موجوده والزرع موجود عليها، في اي وقت يشوف مش بعيد ولا حاجه. وانا بتكلم على تكنولوجيا زي دي، انا بتكلم عليها من منطلق هدف قومي، من منطلق ان انا بحب بلدي وان انا عايز اشوف الفلاح المصري في احسن حال. لما كنا بنسمع ونتكلم مع المزارعين ويقول لي عندي ارتفاع في نسبه الملوحه بالنسبه للمياه وبالنسبه للتربه، الارض عندي ابتدت ما تجيبش محصول، انا بصرف كتير وما بلمش مردود، كانت مشكله بتزعلنا. النهارده لما احنا نقول عندنا التقنيه بتعالج المشكله دي، انا بدعو الناس كلها ان هي تستفيد من ارضها، تستفيد من المياه الموجوده. حتى لو كانت نسبه الملوحه مرتفعه، احنا عندنا حل علمي دلوقتي بفضل الله نقدر نقضي بيه على هذه المشكله، نقدر يبقى عندنا محصول في ارضنا وانتاج. شكرا لكم وإلى اللقاء.